وكم نحن بحاجة للتخلص من عقلية مسؤول الأباريق، فهل هم كثر في هذا الزمن؟ السلام عليكم. منذ مدة كنت في إحدى المدن وحصل معي موقف تذكرت معه قصة مسؤول الأباريق، فاسمعوا واحكموا. يحكى قديما أن رجلا كانت وظيفته هي الإشراف على الأباريق في حمام عموي والتأكد من أنها مليئة بالماء، بحيث يأتي الشخص ويأخذ أحد الأباريق لدخول الحمام، ثم يرجع الإبريق بعد أن ينتهي من الحمام لصاحبنا الذي يقوم بإعادة ملئها للشخص التالي وهكذا. في إحدى المرات جاء شخص وكان مستعجلا، فخطف أحد الأباريق بصورة سريعة وانطلق نحو دورة المياه، فصرخ به مسؤول الأباريق بقوة وأمره بالعودة إليه. فرجع الشخص على مضض وأمره مسؤول الأباريق بأن يترك الإبريق الذي في يده ويأخذ آخر بجانبه، فأخذ الشخص الإبريق ثم مضى سريعا لدخول الحمام. وحين عاد لكي يسلم الإبريق سأل مسؤول الأباريق: لماذا أمرتني بالعودة وتغيير الإبريق؟ فرد مسؤول الأباريق بتعجب: ما عملي إذن؟ إن مسؤول الأباريق يريد أن يشعر بأهميته وبأنه يستطيع أن يتحكم وأن يأمر وأن ينهى، مع أن طبيعة عمله لا تستلزم كل هذا ولا تحتاج إلى هذا التعقيد، ولكنه يريد أن يصبح مهما. إن مسؤول الأباريق قد تجده أحيانا في بعض المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة أو المطارات أو المدارس أو الجامعات أو غيرها من الأماكن التي تتعامل فيها مع الآخرين. فقد يحدث معك مثلا وأنت تقوم بإنهاء إحدى المعاملات أن تتعطل معاملتك، لا لسبب إلا لأنك واجهت مسؤول الأباريق. فمثلا قد يقول لك: اترك معاملتك عندي وتعال بعد يومين، ثم يضعها على الرف وأنت تنتظر، مع أنها قد لا تحتاج إلا لمراجعة سريعة منه ثم يحيلك إلى الشخص الآخر. ولكن كيف يشعر بأهميته إلا إذا تكدست عنده المعاملات وتجمع حوله المراجعون؟ إنها عقدة الشعور بالأهمية، فهو يؤمن بالتجهم والشدة وتعقيد الأمور ومركزيتها كي يوهمك بأنه مهم، ولا يفكر بالرفق واللين وخفض الجناح، بل قد يعتبرها من شيم الضعاف. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إنها دعوة لتبسيط الأمور لا تعقيدها، وتسهيل الإجراءات لا تشديدها، والرفق بالناس لا أن نشق عليهم. وكم نحن بحاجة للتخلص من عقلية مسؤول الأباريق، فهل هم كثر في هذا الزمن؟ يومكم سعيد.